قالت المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية عبلة عبد اللطيف إن المركز أعد دراسة لخبرات 4 دول بمنظومة إدارة أراضي الدولة، كذلك على هامش ندوة منظومة أراضي الدولة والتي انعقدت بحضور مستشار رئيس الجمهورية إبراهيم محلب في مقر مركز الدراسات الاقتصادية. درسنا حالة 4 دول تانيين اللي هم سنغافورة والصين وجورجيا وكوريا الجنوبية، علشان خاطر نشوف الدول دي كان عندها دايما أزمة في الأرض تعاملت معاها ازاي، واستفدنا من ده بأن احنا نعمل مقترح خاص بمصر. والمقترح بتاعنا واضح ان لازم يكون في كيان مؤسسي موحد هو المسؤول عن المنظومة بتاعة الأراضي بتخصصات واضحة، و إن هذا الكيان يكون فيه تمثيل من الخبراء ومن القطاع الخاص، وإن يكون في عندنا أيضا قانون موحد. وعملنا الاقتراح إن احنا نستخدم مؤسسات من اللي هي القائمة المجلس الأعلى اللي هيتم إنشاؤه من خلال قانون التخطيط الموحد، أو كاقتراح بديل أقل إن احنا نعمل حاجة خاصة بالأراضي، لأن الأصل في الأمور إن احنا ما نخلقش مؤسسات جديدة.